طيب دكتور أسامة، لو اتكلمنا عن فتوى أخرى وكان في تحذير من المركز واضح وصريح من لعبة ببجي، فهل في ضوابط خاصة متعلقة بالألعاب الإلكترونية بشكل عام؟ نعم، يعني نحن نسير في اتجاه المحافظة على مجموعة من الأبعاد: البعد البدني، البعد العقلي، البعد البدني، البعد النفسي. هذه مجموعة من الأبعاد نحاول قدر الإمكان أن نحافظ عليها لأبنائنا حتى ننشئ جيلا يستطيع أن يتحمل يعني مهامه الأساسية، وأن يتحمل الأمور التي يجب عليه أن يتحملها تجاه وطنه وتجاه أمته، وأن يعمل على الإنتاج، وأن يشغل وقته في العلم. وإذا يعني بقي من هذا الوقت شيء، يعني لا بأس أن يتجه إلى بعض الألعاب الترفيهية التي تكون بضوابط كذلك. لكن فتوى ببجي، احنا أصدرنا فتوى من سنة وشهرين بمنع هذه اللعبة لأنها تحض على العنف وتدفع أبناءنا إلى العنف، وتصور لهم أو وتسهل لهم الدم والضرب والقتل والتفجير وما إلى ذلك. ولا شك هذه أمور تترسخ في النفوس وتبقى صورتها الذهنية في عقول أبنائنا، فتسهل عليهم هذه الأمور فتزيد من معدل الجريمة في الشارع أو في العالم كله، وده حصل في بعض البلاد. ولكن لما اتجهت هذه اللعبة لإصدار جديد يدفع اللاعب إلى السجود للصنم أو الوقوف أمام صنم أو الركوع أمام صنم، لا، هذا عبث بالعقيدة، ويعني هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، أكبر نعمة من الله سبحانه وتعالى به علينا الدين، يجب علينا أن نحافظ عليه وأن نحافظ عليه لأبنائنا، لأنه إذا هان الدين في نفوسهم هانت في نفوسهم كل الأشياء. صحيح، إذا سهل عليهم الدين سهل عليهم عدم البر بالآباء، سهل عليهم ترك التعليم، سهل عليهم كل شيء. إذا هانت على الإنسان عقيدته فلا شيء أعز منها يبقيه لنفسه بعد ذلك. فبعد الإصدار مباشرة بساعتين تقريبا أو 3 ساعات قام الفريق بحذف هذا الإصدار، وهذا يبين ما لهذا المركز وللأزهر الشريف من تأثير لدى العالم، وما للإعلام من تأثير. يعني الأزهر أصدر الفتوى والإعلام سلط الضوء عليها، استطعنا أن نغير في إصدار مثلا يقوم بلعبه العالم كله، الشباب في العالم كله.